الاهلي او الاهلي واتلتيكو مدريد والهجمه المرتده السريعه وبيحاول يعدي ولعبها وخطيره خطيره خطيره والهدف الثالث الهدف الثالث للخطير جاميرو. كنت فين يا راجل؟ جاميرو وكوريا بيقول له برافو. ادي جاميرو بيجيبه جريزمان كمان بيكلمه، ادي جريزمان اللي عليه بقول لحضراتكم يعني حوار وطلبات كده من عديد الانديه، انما جاميرو بيخطف الاضواء ويجيب الجول الثالث للفريق الثاني له مع الدقيقة 82 من نص الملعب. الكرة على طول يعني الهجمة المرتدة ومفيش تسلل، وإن كنا نسيب الكلام ده بقى للمونديالي جمال الغندور، لكن هي اختراق في العمق الدفاعي بشكل حلو. طالع أحمد عادل ما يقدرش يعمل حاجة، جاميرو يتمكن من إحراز الهدف الثالث يؤكد به تفوق فريق اتلتيكو مدريد في الشوط الثاني على نجوم الأهلي.